رجعت مرة تانية بقى لمصر، الفترة دي بالنسبة للكابتن محسن صالح ايه؟ واحكيها لنا واحدة واحدة. يعني انا خرجت عشان عايز اخرج من عباءة هيدي كوتسي. اوكي. وعايز انطلق كمدرب. لانه صعب جدا تشتغل مساعد وسنة واثنين وثلاثة واربعة، دي بتأخرك بتعطلك كتير. اوكي. وبالتالي فانا اشتغلت فترة، خدت خبرات، خدت دراسات، فحبيت ان انا يعني اعبر عن قدراتي، اشتغل بشخصيتي انا. مش حضر اشتغل بتعليمات وبرامج الاخرين يعني. فخدت قرار ان انا ارحل. تمام. كلمت مع الاداره وكان جاي العقد، وقلت انا جاي العقد وانا عايز اسافر، اتفضل سافر. بدات رحله المشوار التدريب منفردا. بدات في السعوديه في البدايه. في النادي الخليج في الدمام. وبعدين رجعت تاني مصر، اشتغلت في نادي بورفؤاد، رجعت رحت عمان، من عمان رجعت على الامارات، قعدت في الامارات حوالي 3 سنين، وبعدين جاء هيدي كوتي جبته اشتغل معنا في نادي اهلي دبي. خلصت نادي اهلي دبي 86، رجعت اشتغلت تاني، يعني اشتغلت في نادي المصري مرتين ثلاثه. اشتغلت في نادي بورفؤاد كان درجه ثانيه، طلعت درجه، خدنا دوري ممتاز، وطلعنا الدوري الممتاز. تركت النادي بورفؤاد وسافرت تاني، اشتغلت في منطقه الخليج في السعوديه في نادي الوحده. واسمح لي ان انا الفتره دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي. اسمح لي ان انا يعني من خلال برنامج ان انا بوجه تحيه لمنسوبي نادي الوحده، جماهير نادي الوحده، اعضاء نادي الوحده، رؤساء نادي الوحده، الرابطه بتاعت مشجعي نادي الوحده. يعني تخيل الكلام ده من 90 يا اسلام، ونحن لغايه الان على اتصال وبنتبادل الرسائل وبتابع النتائج بتاعه الفريق ومتفاعل معهم ومتفاعلين معايا. وبصراحه فتره من اغلى الذكريات اللي انا عشتها في مجال التدريب كانت في مكه المكرمه. أيوه. يعني تخيل انت يعني مثلا في منطقه عندك تدريب، خلصت التدريب هتروح فين؟ يعني تخيل ان انت في الحرم، انا عايش في الحرم كل يوم هناك، وهم سكنوني في الابراج اللي فوق الحرم، عارف يعني. فبقيت يعني الحرم قدام عيني 24 ساعه، بروح التمرين وباجي، يعني حتى لو مش عايز اعمل عمره للوالد للوالده لنفسي لاقواتي، يعني قاعد حامل يعني. حتى بنزل اقعد يعني عشان اصلي الفجر، واقعد استقبل الافواج بتاعه المعتمرين المصريين. وكان يسعدني جدا انه بيتعرفوا عليا وانا قاعد في الحرم بنتظر بقرا قران او حاجه، والناس بتدخل ازيك يا كابتن محسن مش عارف ايه بتاع. في حاجه مهمه جدا يا اسلام، اتفضل يا كابتن. يعني ساعات تلاقي واحد بيقول لواحد ده كابتن محسن، ممكن ما يكونش عارفني، فيقول له مين يعني؟ يقول محسن بتاع الاهلي. فتخيل ان كلنا لقبنا في الاخر الاهلي. انت ابن الاهلي، انا محسن صالح ابن الاهلي، فلان ابن الاهلي، اللقب في الاخر اللي احنا بنعتز بيه كلنا ابن الاهلي. وفي ابن الزمالك، وفي ابن المصري، وفي ابن الاسماعيلي. انا مش اقصد ان انا يعني اتكلم على فقط النادي الاهلي، اللاعب او المدرب اللي بينتمي لمكان بيحمل اسمه طبعا. فاذا كانت لك ذكرى طيبه فبيكرر اسمك مقرون بالاسم الكبير اللي انت تنتمي بيه. فانك يبقى لقبك ابن الاهلي، يعني مش عارف اقول لك السعاده اللي بتبقى فيها جواك لما تخش في اي مصلحه، في اي محل، في اي مكان، وبعدين تجد انه الموظف ده محسن ابن الاهلي، تعال اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن. معاملة مختلفة، احترام مختلف، مكانة مختلفة. فيا هنا بيني وبينك يعني يعني اللي بينتمي للنادي الاهلي او بينتمي لاي نادي، الزمالك او الانديه الاخرى، يعني يعرف ويتذكر انه هذا النادي له افضال عليه، جعلت له اسم ومكانه. فلا بد ان هو يدين بالولاء لهذا المكان اللي عمل اسمه ومكانته. لانه انا بقول الكلام ده لانه ساعات حد بيشت وساعات حد بيسيء لمصالح مختلفة،
وانا بقول لاي واحد بيسيء درس مهم جدا، بيخرج مهم جدا، بيخرج اكبر عيب انك انت تعيب في المكان او الكيان اللي كنت تنتمي ليه، لانك انت في الاخر بتعيب في لقبك، لقب العيله بتاعك اللي هو ابن الاهلي، انت بتعيب فيه صح، فبالتالي انت بتعيب في نفسك لما تيجي تعيب لواحد في المكان في الكيان، انت لا 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 تتصور انك بتسيء ليه بشكل عام. انت اهلي بتسيء لنفسك بقى تحدث، عشان كده انا يعني انا شفت حلقتك مع الكابتن وليد، وانا وليد صلاح طبعا انا اثق واحترم وليد احد ابنائي ولاعب طبعا موهوب ومميز وبتاع، وانت طرحت سؤال انه يعني او ناس كتيره طرحته، هل الحياد مطلوب من ابناء الكيان عندما يساء للكيان؟ اجابتي راي حضرتك اجابتي الشخصيه مفيش حياد، مفيش حياد، اذا كان هناك اساءه مفيش حياد، لابد ان تدافع باستماته او تترك المكان وتخرج. ده مبدئي انا، مبدئي انا، اي واحد تاني هو حر في قراره، لكن اذا كان هناك اساءه بالطبع اذا كان طبعا. هناك طبعا. يعني لا احد او اذا كان هناك راي لابد انك تقوله في الكيان بتاعك. مش عايزين نجامل، يعني مش عايز اقول ان هو لابد ان هو وليد او انا او اي واحد بيشتغل مثلا في التحليل انه يكون مجامل للكيان، لكن في لا، عندما يكون اللغة العربية، اللغة العربية لغة عامرة بالكلمات اللي ممكن انك انت تعبر بيها عن بالزبط. رايك بشياكه، يكون راي حيادي وبشياكه ما فيهوش اساءه للكيان بتاعك. يعني لما تيجي مثلا اسلام مثلا بيلعب في مباراه ومستواه سيء في المباراه، مش لازم اقول ده مستواه سيء ولا يصلح، انا اقول الراجل ده لعيب كويس بس النهارده مش في حالته، فبالتالي تبقى مقبوله. مقبوله لابد انك انت تختار الفاظك، ولابد انك انت تختار الوقت اللي انت تدخل تدافع او تخرج وتنسحب، او تخرج وتنسحب، تخرج وتسيب المكان وتنسحب. مظبوط يعني لانه ده اساءه، لانه في الاخر انا بقول لك ايه، انك انت تحمل ابن الاهلي ده لقبك، اي اساءه ليه اساءه ليك انت. وبالتالي ارجو انه الكل يعني يكون متفهم لطريقه التعبير، ما بقولكش تبقى منحاز، ما بقولكش تبقى مجامل، لا اختيار الكلمات اختيار يعني الكلمات.